مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نخصصها لهجرة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هجرة النور. عندما نتحدث عن الهجرة نتحدث عن الارتحال من مكان أو من أرض إلى أرض أخرى، ولكن عندما نتحدث عن هجرة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هي الهجرة من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة لديها دلالات عظيمة جدا تؤسس لإعلاء راية الحق وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي فصلت ما بين مرحلتين، المرحلة المكية والمرحلة المدنية، ودائما عندما نتحدث عن الأحداث تستمد من عظمة الذين قاموا بها والمكان الذي كانت فيه والأسباب التي حدثت. تحدث عن هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونأخذكم مشاهدين عبر قناة الشروق في سياحة روحية لديها دلالات مختلفة وعظيمة. سعداء أن يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور إسماعيل الحكيم، أستاذ الإعلام الإسلامي والباحث في علوم القرآن. أهلا ومرحبتين وكل عام أنت بخير. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا سعيد أن أكون في هذه القناة المشرقة دائما وأبدا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل في موسم الهجرة راحة وطمأنينة ومستقبلا وافرا إن شاء الله سبحانه. إن شاء الله. سليمان الفارس كل عام أنت بخير. وعليكم السلام ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير، الأمة الإسلامية جمعاء، نهنئهم بالعام الهجري الجديد، إن شاء الله هجرة من الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبتين دكتور. جاءت ساعة الصفر لإعلاء راية الحق وكلمة لا إله إلا الله والتأسيس لدولة إسلامية كاملة الأركان، بعدما أذن الله سبحانه وتعالى نبيه بالهجرة إلى المدينة، بعدما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أذى ومن صحابته الكرام. نتكلم في مدخل عن هذه الهجرة العظيمة. بسم الله والحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. بدءا جزى الله لمن هيأ لهذا اللقاء أسبابه. الهجرة حدث عظيم وكبير في ديننا، والهجرة سبحان الله مربوطة بالبعثة. الناظر والمدقق إلى حال نبينا عليه الصلاة والسلام لما بعث بهذا الدين الإسلام الحنيف، أول ما عاد من غار حراء صلوات ربي وسلامه عليه إلى زوجه خديجة، وجل وخائف، زملوني دثروني. خديجة رضوان الله عليها أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فقال له، القصة معروفة عند الناس، قص علي ما رأيت. فلما قص عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل قال ثلاث كلمات، قال: يا ابن أخي، ما جئت بالذي جئت به إلا، أو ما جاء بالذي جئت به إلا عذب وأوذي وأخرج. يعني هذا صنيع الأنبياء مع أقوامهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا لم يقف عند أذية قومه، ولم يقف عند عداوته لهم، إنما وقف عند إخراجه لهم. لذلك قال لورقة: أو مخرجيهم، يعني نازل بيمرقوني وكذا. فقال: بلى. فمن ها هنا بدأ الإعداد للهجرة. يعني الهجرة كانت تسير مع البعثة قدما بقدم، ولذلك طيلة 13 سنة التي قضاها نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة ما هي كانت إلا إعداد وصقل وتربية وتنشئة للهجرة من بعد ذلك. فكل 13 سنة اللي حصل فيها التربية، حصل فيها التمحيص، حصل فيها الإعداد، حصل فيها التخطيط، حصل فيها معرفة الرجال والشغل الكثير التم، المفاوضات، المحاورات، عرض الإسلام، تحمل الأذى، يعني كل الذي تم كان هو مقدمة أساسية ومهمة جدا للهجرة، لأنه الهجرة انطلاق من ضيق إلى سعة، وانطلاق من الدعوة للدولة، وانطلاق من تمكين الفرد إلى تمكين المجتمع والجماعة، وانطلاق للدعوة
من مكة أم القرى إلى القرى التي من حولها. صحيح. فهذه هي الهجرة، هذه البدايات الحقيقية للهجرة لنبينا عليه الصلاة والسلام. جميل. هنالك وقفات كثيرة جدا سوف نجو إليها من خلال هذه السياحة الروحية إلى هجرة النور، ولكن الفارس خلينا نقدر نقول، إذا أشرنا إلى ما رآه المناوي وهو رأى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال ريقه سكر مكرر، قوله أحلى المقال، المباسم سكرية والثنايا لؤلؤية، هيجت فكري وبال. ننشد في حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. زادني خلقك يا حبي هيا ما ولزاوى دمعي حكى الغيث انسجاما والكرى مثل اصطباري كلما بت أرجو وصله أبدا هزاما. إنني أقسم حبي بالذي شاء أن تكون للرسل إماما، ما أرى خلقك إلا كعبة كل قلب حولها دار وحما. وبها الهدي وهو الركن الذي كان للإرشاد بدءا واختتاما، يا رسولا قد أتينا بابكم في اشتياق نحن نغريك السلاما. يا رسولا يا رسولا قد أتينا بابكم في اشتياق نحن نغريك السلام، يا إمام الرسل أنتم بغيتي بك أزداد مدى العمر هياما، أنت باب الله يا كل المنى خير من حج ومن صلى وصام. ولحبك مزاغ طيب يزمل الروح حكى عندي المدامى، به أسمو وهو عندي بلسم يصلح الجسد كما يبري السغام. أأنا أهوى طيبة وهي التي عظمت معنى وحسا ومغاما، بها مزوى سيد الخلق الذي بها قد كان منارا قد أغاما، وإلى أم الغراب ولهن بها ميلاد الذي ساد الأنام. صلي ربي صلي ربي لي على الهادي الذي نال عزا وارتفاعا ومغاما، مع سلام دائم لا ينقضي ويعم الآل والصحب الكرام. وامنح الفاتح ربي منة في طريق القوم جدا والتزاما، وغريب الله ينفى رحمة في جنان الخلد ما قد كان راما. صلى الله عليك وسلم. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهل الجمال. أحسنت سليمان. دكتور، يعني بعدما أذن الله سبحانه وتعالى لهجر النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رسول الله عليه وسلم إلى أبا بكر الصديق
ودائما ما يجيء النبي صلى الله عليه وسلم أول النهار وآخر النهار، لكن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة وهو وقت القيلولة يعني. فأبو بكر الصديق عندما راود نفس بحديثه يعني قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي في هذا الوقت وإلا لأمر جلل، ماذا حدث بعد ذلك؟ هو طبعا ها هنا أذن الله لنبيه بالهجرة، والإذن هذا جاء بعد أن بلغ التخطيط من قبل العدو ذروته، لأنهم لما اجتمعوا وتمثل إليهم إبليس على هيئة ذاك الشيخ النجدي اجتمعت كلمتهم على واحد من ثلاثة أمور. وبمناسبة يعني بعدين حيجي معانا الرد القرآني على 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 صح. على هذه المؤامرة، يعني إما القتل وإما الإخراج وإما الإبعاد كما جاء في سورة الأنفال، إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلما اجتمعت كلمتهم على هذه الثلاث خيارات واختاروا منها يعني قتله، يعني تدخلت العناية الإلهية هنا وجاء الإذن لنبينا عليه الصلاة والسلام بالهجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أري مهاجره من قبل، يعني قال إني أريت أرضا حرة ذات نخل هي مهاجر، هي المدينة، وما كانت معروفة عند الناس لأنها بلد يسكنها اليهود وليست هي على ممر القوم، يعني الطريق بين مكة وكثير من أو الشام أو اليمن ليس من طريق المدينة يعني. فبدأ منذ أن رأى هذه الرؤيا بدأ يخرج أصحابه مهاجرين إلى الله عز وجل، وهذه هي حكمته عليه الصلاة والسلام. فلما أذن له في شخصه بالهجرة كان لابد له من صاحب، ولذلك الأحداث العظام تجلي مكامن الرجال. فنبينا عليه الصلاة والسلام أتى إلى أبي بكر، وما أدراك ما أبو بكر، ويكفي أبا بكر فضلا وشرفا ومكانة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. طيب دكتور، نقف في أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو لديه مواقف مشرفة جدا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو صاحبه. تحدث عن الحوار الذي دار ما بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له الهجرة الصحبة يا رسول الله، فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصحبه النبي يصحبه أبا بكر في هذه الهجرة إلى هذا الغار الذي وجد ما وجد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو هذا الكلام كان سابق للفعل، لما بمعنى أن أبا بكر يعني أوذي ممن أوذي من الناس حتى خرج مهاجرا. أبا بكر خرج مهاجرا صحيح. فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اصبر يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. فأبا بكر المعي ذكي علم يعني أنه سيهاجر مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فبدأ يعد للهجرة عدادها. اشترى الراحلتين رضي الله عنه وارضاه، جهز شيئا من مال، هيأ داره وأهله لهذا الغرض. لذلك هي ثلاثة أو أربعة شهور جاء الإذن بالهجرة لنبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك أبا بكر كان أعد للهجرة ما تطلبه من متطلبات، راحلتين وعلف. وبمناسبة يعني في السيرة حتى يعني غير ملامح داره، القوة التي جعلها يعني من خلف الدار والتي خرج منها هو مع النبي عليه الصلاة والسلام هي كان من إعداده للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذاك شوف هيأ بيته كله، ولذلك الهجرة أقول للشباب الهجرة الآن كان قوامها الشباب، أبو بكر بيته كله هيأه للهجرة صحيح. بنتاه عائشة وأسماء رضي الله عنهن، ولده أبو بكر، راعيه أو راعي أغنامه عامر بن فهيرة هو بذاته رضي الله عنه وأرضاه. فكان ده الجهد الذي قام به سيدنا أبو بكر. ثم بعد ذلك كانت الصحبة الحقيقية. وبالمناسبة يعني
في التوبة لما قال ربنا سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الصحبة ها هنا كانت في كل شيء. الصحبة هنا ليست المرافقة بالأبدان، الصحبة كانت في كل شيء. يعني أبو بكر كان يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام حتى في خواطره، حتى في خواطره صحبة بالقلب وصحبة بالعواطف وصحبة بالدم وصحبة بالمال وصحبة بالولد وصحبة بالذات وصحبة بالروح. فلذلك لما أثبت القرآن الصحبة لأبي بكر لأنها كانت صحبة متعدية، صحبة في كل شيء. يعني أنا وأنت قد نصطحب أجسادنا سفر وتنتهي القصة، قد نتصاحب بالمال أول ما تنتهي المنفعة خلاص ينتهي، لكن أبا بكر كان صاحبا. ولذلك حتى الموت، حتى الموت تشابه موتهما بين أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، ماتا بالسم جميعهم، ماتا عن 63 سنة، دفنا مع بعض، دفنا مع بعض. ولما أمسك يوما كان بينهما بين عمر وأبا بكر يده اليمنى على كتف أبي بكر ويده اليسرى على كتف عمر قال هكذا عشنا وهكذا نبعث يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، وانتهت الخلافة به. يعني أنا دار أكد لك على الصحبة، صحبة الصالح، أيوة، انتهت الخلافة بأبي بكر. لما مات أبو بكر ما جعلت الخلافة من بعد، إنما جعلت الإمارة، أصبح الناس يقولون أمير المؤمنين، صحيح. لكن أبا بكر ما وجدنا في الكتب من يقول أبو بكر كان أميرا للمؤمنين في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما كان خليفة، والخلافة مرتبة من مراتب الصحبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، صحيح. ثم بعد ذلك جاء تقسيم الأدوار الرائع جدا الذي ينم على التخطيط، على الترتيب، على الوعي الكبير، على أن الأمة تتجه إلى مصير مشرق بالهجرة التي جاءت حدث كبير يهم كل مسلم. جميل دكتور، يعني صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأبو بكر لها دلالات زي ما ذكرنا في بداية الحديث، لكن نريد أن نتحدث عن هذه الصحبة داخل الغار. ماذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما لدغ أبو بكر الصديق وهو يستكشف الغار حتى خوفا من الذين يتربصون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعدما أن تم تقديم جوائز كثيرة جدا للذين يعني يلتقون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقديمه لأهل المشركين؟ هو لما استغر الأمر على أنهم يعني سيمكثون في الغار زمانا، كان لابد لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يفعل هذا الصنيع، أن يتقدم بالدخول إلى الغار لعدة أسباب. أولا يهيئ المقر الذي يتكئ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا يعمل على نظافة الغار، ثالثا يعمل على تأمين الغار من الحيات، من العقارب، من كل ما يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، سيما أن المشوار مضني، صحيح. يعني من مكة إلى الغار زي 5 كيلومتر، والغار نفسه الآن لو الناس يعني هو الآن متاح للناس زيارته، لكن أنا وأنت ونحسب أننا من الشباب لو أننا أردنا أن نصل إلى الغار نأخذ 3 محطات لأنه هو فوق، صحيح. الزول يمشي ويلقى استراحة ويشرب شاي وعصير ويرتاح شوي يأخذ نفس ويطلع تاني، وحتى في المرحلة الثالثة يصل إلى الغار. فأبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لأنه نذر نفسه لخدمة نبينا عليه الصلاة والسلام ونذر روحه دفاعا عنه، كان لابد له من هذا الصنيع. لذلك هو أبقى النبي عليه الصلاة والسلام خارج الغار ودخل يتفقد الغار، وجد بالغار ثقوب مزغ ثيابه أو جزء من ثيابه رضي الله عنه وأرضاه حتى يعني يغلق هذه الثقوب، تبقى ثقبان ما كان معه شيء. فلما وضع قدمه من أجل أن يسد هذا الثقب أو هذه الفتحة حتى لا ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بحاله، وها هنا قد بلغ الجهد بالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغا، فأسلم عينيه إلى
اتكاءة خفيفة صلوات ربي وسلامه عليه على حجر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وها هنا يعني يبعث الله عقربا فتلدق الصديق أبا بكر فيجد من ألمها ما يجد رضي الله عنه وأرضاه حتى اشتد به الألم فبكى فذرفت عيناه حتى لا يوقظ نبينا عليه الصلاة والسلام، فأراد الله له ما لم يكن في الحسبان، فانتبه نبينا عليه الصلاة والسلام على دمعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وحكى له ما حدث، فمس نبينا عليه الصلاة والسلام على محل لدغة العقرب فشفي منها أبا بكر رضي الله عنه أرضاه. ثم بعد ذلك يعني العجيب في الأمر إنه أبقوا أو بقوا 3 أيام في الغار، لكن يا أخ حمزة ما بين مكة والغار في أشياء لابد أن نذكرها مهمة جدا في ظني وفي تقديري، نذكرها بعد أن نستمع إلى هذا الإنشاد لنشوق كل المشاهدين الذين يتابعونا للآن. يعني برضو كانت المجاهدات حاضرة من خلال الكلمات والأفعال وترجمت من خلال المدائح النبوية الشريفة. لظى هواك بقلبي بات يشتعل، أما ترى كيف دمعي منه ينهمل، وأدمعي كالحياة بالخد ترسلها، لي مغلة ما لها إلا البكا شغل. لظى هواك بقلبي بات يشتعل، أما ترى كيف دمعي منه ينهمل، وأدمعي كالحياة بالخد ترسلها، لي مغلة ما لها إلا البكا شغل. يا من أبحت له قلبي يمزقه، لعل بي في هواه أو يضرب المثل، أغسمت يا خير خلق الله كلهم يا شافعا للذي حارت به الحيل، لو أن ماء البحر أضحى كالمداد وما أمسى على الأرض أغلاما ويبتدل. والناس تكتب طرا بعض وصفك في عزم لصدهم عن حصره كلل، فهم يقولون حسن الشعر أكذبه، وما دروا بك حسن الشعر يكتمل. يا كعبة المجد رسول الله، يا كعبة المجد، يا كعبة المجد، يا نورا تشكل لي بدرا ومطلعه الأحشاء والمغل، ما المجد إلا سماء والأنام لها نجوم هدي فمستبدو لهم أفل. يا صاحب المعجزات الغري أنت بنا بر رؤوف جواد ما به خلل، عليك أنزل قرآنا نصرت به حفاظه لسنام المجد قد وصلوا، ما فرط الله في شيء به أبدا فقد حوى كل شيء وهو مكتمل. يا أشرف الخلق محمد، يا أشرف الخلق، لي في رفدكم أمل،
لي في الشفاعة يا زخر الورى أمل وحسن خاتمة يا سيدي كرما فهي المراد بها قد يصلح الخلل. يا صاحب المعجزات الغري أنت بنا بر رؤوف جواد ما به خلل لما أردت انشغاغ البدر شق وقد رؤوه نورا غويا ما به خلل والجزع حلا لوصل الملك يا سندي وبالوصال أنين الجزع يمتسل. وشاة جابر للجيش الكبير كفات فاعجب لشامات كفت ما تكفيه الإبل يا رب بالمصطفى المختار سيدنا وآل بيت سموا في المجد هم أول للفاتح ابن غريب الله جد كرمان حبل الوداع بكم يلمو ويتصلوا وصلى ربي صلاة لا حدود لها على المصطفى المختار من بره هطلوا. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال. فاصل نواصل هذه السياحة الروحية التي تأتيكم على قناة الشروق الفضائية. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتواصل معكم من خلال هذا المد الذي نتحدث فيه عن سيرة خير وأشرف خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مرحب بك دكتور إسماعيل. توقفنا في هذا الغار وتحدثنا عن عبر ومعجزات كثيرة جدا حدثت داخل هذا الغار، ماذا عن الثلاث التي أشرت إليها؟ قلنا ما بين مكة والغار لابد من كلام. كل هجرة حسية أو معنوية لابد لها من تخطيط، وهذا ينوم على أن كل الذي يريد أن يهاجر لا يضرب في الأرض هكذا عبثا، إنما يخطط، إنما يقسم الأدوار، إنما يختار بعناية من يكونون عونا له. فما بين مكة والغار يعني أبطال الهجرة سبعة، طبعا أبطال الهجرة الذين يعني هندسوا هذا الـ هذا الـ هذا الـ الحدث الكبير هم سبعة، أبرزهم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بدوره الكبير الذي لعبه، بات في فراش النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة هذا المبيت عنده سبب رئيس، صحيح، وهو أنه أراد أن يرد الأمانات. يعني هذا مجتمع كان غريب، يعني هم يناصبونه العداء ويعني أثمن ما يمتلكون يجعلونه عنده ويأتمرونه عليه صلاة ربي وسلامه عليه. فلما علم أنه مهاجر وتارك مكة صلاة ربي وسلامه عليه كان لابد له، وهو المعروف عندهم بالأمين، لابد أن يرد هذه الأمانات إلى أهلها. فأوكل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بأن يرد هذه الأمانات إلى أهلها. فهذا دور علي الأساس الذي بات به في مرقد نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي أسماء بنت أبي بكر الصديق، وأنا أقول من ها هنا لأخواتنا اللائي يشاهدننا ويسمعننا أن المرأة دورها عظيم في سائر أحداث الإسلام. أسماء بنت أبي بكر الصديق كانت حبلى في شهرها السابع، حامل في شهرها السابع، وكانت تخاطر بحياتها. انظر أخ حمزة أن مطلوبا وترصد جوائز قيمة، وكل مكة تخرج في أثره، ما تركوا يعني شبرا من أشبار الأرض إلا وطرقوه من أجل أن ينال كل به يعني وصاحبه. في هذا الجو فيه رصد كبير وفيه بحث دائم لا ينقطع ولا يفتر بليل أو نهار، تخرج وهي حامل في شهرها السابع عشان تمشي 5 كيلومتر من مكة للمدينة، لا لشيء إلا أن تقدم
يعني طعاما لأبيها ولصاحبه صلوات ربي وسلامه عليه. وها هنا المرأة تظل يعني لها دورها ولها إسهامها أيما كان موضعها وأيما كان حالها. يأتي أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، كان يعني غلاما حدث. أبو بكر يشتغل شغل استخبارات كبير جدا، كان ذكي، كان ألمعي، كان يأخذ أخبار القوم في مكة، يلف الصباح في السوق في الأسواق في أماكن تجمعهم، يسمع ماذا يقولون عن أبيه وعن النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي خرج، من الذي يعني أتى بمعلومة، من يستجمع هذه المعلومات. وهذا جهد استخباراتي كبير، حتى إذا قالت الشمس يخرج ويذهب فيبلغهم الذي سمعه من القوم، ويعود مساء ليستمع إلى تلك الأخبار في الأمسيات. يلحقه عامر بن فهيرة راعي أغنام أبا بكر الصديق، صحيح، عشان يعمل دورين أساسيات. الدور الأول يمحو آثار الذين سبقوه إلى الغار، أسماء وعبد الرحمن، ثم يزودهم بشيء من 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 ألبان الماعز حتى يستقويا على البقاء. وهكذا دي محطات مهمة لكل من يريد الهجرة، هجرة بصفة عامة، يعني أي إنسان يريد أن يهاجر، نقول أي إنسان يريد أن يهاجر أيا كان هذه الهجرة حسية أو معنوية، لابد له أن يخطط، لابد له أن يرسم معالم هذه الهجرة حتى يعني يستوجب نصر الله الذي موعود به كل مهاجر إليه سبحانه وتعالى. دكتور، ده يعني بوقفنا في نقطة مهمة شديد، اللي هي نقطة الأخذ بالأسباب. رغم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم تماما أن الله سبحانه وتعالى سوف ينصره، ولكن خطط كما أسلفت أنت في الحديث من خطط استراتيجية كانت هي صحيحة 100%. نتحدث أيضا عما دار بالغار قليلا حتى نمشي لمحاور أخرى. عندما حزن أبا بكر الصديق وكان خائف جدا على أن الذين كانوا يتربصون بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مدوا رؤوسهم سوف يرون أبا بكر الصديق، ولكن كلها معجزات وكانت دلالات كبيرة جدا هي حتى في واقعنا الآن. ماذا عن سراق؟ سراق هو ما بعد الغار طبعا، لكن أنت أشرت إلى 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 نقطة جميلة في الغار. لما نتحدث عن الغار أحسن نتحدث عنه بحديث القرآن، الثبات. يعني شوف، هو أبو بكر كان خائف ومضطرب، وخوفه ليس على نفسه. يعني لما نقول خائف ومضطرب ليس على نفسه، إنما خائف على نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني خوف أبو بكر تعداه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده لما نزل القرآن نزل بالسكينة، إلا تنصروه فقد نصره الله، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. قال فأنزل سكينته عليه. علماء التفسير يقولون السكينة ها هنا نزلت على أبي بكر وليس على نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن النبي مطمئن، وسوى طمأنينته عليه الصلاة والسلام أنه أخذ بالأسباب وتيقن من نصر الله له. الله معه. لكن أبا بكر كان خائف، كان مضطرب، كان قلق على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله السكينة عليه. ولما نزلت السكينة على أبا بكر تساوى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الانطلاق. يعني واحدة من أسباب الغار والمكوث في الغار، كأن الله أو كأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لأبي بكر علو مرتبة، أن تتنزل سكينة الله على أبا بكر في الغار حتى يستوي ويكون مهاجرا حقيقيا لله عز وجل، حتى يقوم بالدور الذي ينبغي أن يقوم به في مهاجره رضي الله عنه أرضاه. ولذلك كان الغار محطة أساسية مهمة أخذوا فيها راحة. الغار كان محطة أساسية عميت عن الناس، بحثوا اليوم الأول والثاني والثالث، والآن علماء الجنايات كما معروف هو عن أهل الشرطة يقولون أن البحث إذا لم يأتي بنتيجة في اليوم الأول ولا في اليوم الثاني ولا في اليوم الثالث
فهذا تلقائيا يتسلل الناس اليأس فتضعف همم البحث مهما كانت. طيب جميل، ما بعد الغار؟ وانت انا ذكرت واشرت الى ان اهل المشركين كانوا قدموا جوائز كثيره جدا وعظيمه الذين ياتون بالرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق، وكانوا يراقبونهم عن كسب، لكن ماذا عن سراق الذي راى الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن القدره الالهيه هي منعته من ان يتربص بهم؟ سراق بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وارضاه رجل خبير بالطرق، يعني يعرف كل الطرق التي تدخل الى مكه وتخرج منها. فلما علم بتلك الجائزة لمن يأتي بنبينا عليه الصلاة والسلام وبصحبه حيا أو ميتا 100 من النوق، بدأ يترصص ويتسمع إلى أخبار الناس، خاصة الذين ذهبوا وعادوا. فكل الذي سمعه ممن سمع أنهم سلكوا طريقا مألوفا ومعروفا عند الناس، ولذلك عادوا بلا شيء، إلا أنه يعني خبير بالمخارج والمداخل تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه سيطرقون طريقا غير معمورة، وهي ناحية الشمال على ساحل البحر الأحمر، طريق بعيد ولا يأتي به الناس. فلذلك يعني كان مع بعض أصحابه يتسامرون، فاستأذنهم فأنه يريد أن يعالج شأنا يخصه، فخرج إلى داره وتسلل من كتوة من كفوة يعني خلف الدار، وركب فرسه وسلك طريق البحر مجتهدا في السير. يعني فلما رأى بعض الآثار علم أنهم طرقوا هذا الطريق، فلما يعني ظل يعني ملاحقا لهم حتى رأى سرابا من 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 حالهم يعني، فعلم أنهم هم، وبلغ به يعني التقارب منهم حتى سمع قراءة نبينا عليه الصلاة والسلام ومناجاته لربه. وأبو بكر كان خائف وقلق، وذكرت لك في بين ترتيبات الحلقة أن أبا بكر كان يسير تارة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وتارة خلفه، وتارة عن يمينه، وتارة عن يساره، والنبي كان لا يلتفت لعظم المهمة، كان كثير القراءة والمناجات لربه. فالتفت وجد أبا بكر هذا حاله، فقال: ما ذاك يا أبا بكر؟ يعني مرة قدامي، مرة من وراي، مرة يمين، حاصل شنو يعني؟ قال: يا رسول الله، أتذكر رصد الناس اللي قدام جايين علينا فأسير من أمامك، وأتذكر الطلب الناس الجايين بحثين من وراي فأسير من خلفك، وأتذكر العدو فتارة أسير عن يمينك وتارة عن شمالك، محافظة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا أبا بكر، أتريد أن يصيبك الأذى دوني، يعني تتأذى دون ما أنا أتأذى؟ قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أنك تفدى بالأرواح، تفدى بالمال، تفدى بالأجساد، تفدى بكل شيء بشرط أن لا يصيبك مكروه. فسراقة لما بلغ على مقربة من النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله، أو دعا النبي عليه الصلاة والسلام الله أن يصرف عنه هذا الذي يلحق به، فساخت قدما فرس يعني سراقة في الرمل، يعني قاست دخلت القوائم الأمامية دي في الرمل كلها رغم محاولات. أيوة، حتى صدر الفرس. ثم بعث الله دخانا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. سراقة علم أنه ممنوع، لكن تذكر الجائزة وتذكر يعني قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، فعمل على إخراج قدمي فرسه مما غاصا فيه، ثم استأنف المسير. لما غاصت للمرة الثانية وانبعث الدخان علم أنه ممنوع، وها هنا نادى الأمان، يعني أنا لست بمؤذي لكم. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عليه الأمان، قال له: يا سراقة، عمي عنا، يعني خلاص أصرف عنا إن كان في ناس ورانا، ولا تخبر أحدا بأمرنا. قال: أكتب لي. ماذا تريد؟ يعني سراقة يطلب من النبي مقابل يعني شيء.
قال له كيف إذا سويرت سواري كسرى. وده كان كأنه أنا أقول لك يا حمزة الآن مش هقعدك في البيت الأبيض الأمريكي, أشيل ترامب وأخدتك أنت الآن محلته. فكان يعني حدث كبير. وانظر إلى البعد الاستراتيجي للنبي عليه الصلاة والسلام, يحول آمال الرجل إلى يعني زول يبحث عن مئة من النوق إلى أنه يصير كالأمراء والملوك يعني, ولحضارة كبيرة جدا يعني. الروم وفارس زيل من أكبر الحضارات التي يعني كانت في ذاك الزمان يعني, حضارات راكزة وقديمة وفيها ملوك وفيها كده. فقبل بالعرض وعاد وسبحان الله وجد من هم يتبعون ويستأصلون الأسر, فقال لهم كفيتم من هذه الناحية, أنا خلاص أنا مشيت كده ما في حاجة, شوفوا حتة تانية, لكن دي ما عندكم فيها سبيل. وسبحان الله شوف ما أسلم سراقة, هذا ما أسلم إلا بعد 18 سنة من هذا الحادث. صحيح. في خلافة عمر لما فتحوا فارس وجابوا متاع يعني قيصر كله أو كسرى كله وضعوه بين يدي عمر. عمر لما نظر إليه قال والله إن الذي أتوا بهذا لأمناء, لأنه ما في زول الآن بيفتح له قصر بيلقى ذهب وبيلقى تيجان وكده يجيبه زي ما هي. فقال له سيدنا سعد لما يعني عدلت كانوا هم أعدل الناس. فسيدنا عمر أول ما وضعت هذه الأشياء تحته قال أين سراقة بن مالك, فجيء به رجل عجوز تقادمت به الأيام وعملت فيه السنون يعني أعمالها, فتقدم بين يدي عمر فألبسه عمر رضي الله عنه إيفاء للنبي عليه الصلاة والسلام تاج كسرى وسواريه, وها هنا أعلن إسلامه سراقة. صحيح. هي الأخذ أيضا بالأسباب غيرها هو وفاء وعهد. حتى هذه الهجرة النبوية الشريفة هي أسست لمبدأ العدالة والإنصاف كمان والعدل. نستمع معك يا سليمان لوحدة من إنشاداتك المميزة. عد بالمطايا مطايا العزم والهمم, إلى الكرام أهيل الفضل والكرم, وابدأ بأولهم خير الوجود ومن لأجله خلق الأكوان ذو الغدم. عجب المطايا مطايا العزم والهمم, إلى الكرام وهيل الفضل والكرم, وابدأ بأولهم خير الوجود ومن لأجله خلق الأكوان ذو الغدم. وقل محمد يا حب الإله أغيث عبدا أتاكم يريد العفو ذا عشمي, أنت الشفيع الذي ترجى مكارمه في كل حال لمن بالحل والحرم. ويا أبا بكر الصديق ويا أبا بكر الصديق عصمة من لك التجا في الورى يا خير معتصمي. يا سيدي عمر الفاروق يا سندي أدرك عبيدا لكم من وحدة الظلم.
يا تاليا سور القرآن سيدنا عثمان يا ذا البهاء، عثمان يا ذا البهاء والمجد والعظم، يا حيدر الكرار من هزمت به جيوش العدا، يا صاحب الحرم يا أيها الستة الباغون، إنكم أهل الإله بكم نحيا من العدم، يا أهل بدر الجميع أنتم سندي، يا أهل أحد أغيثوني من النغم، أنتم غياث الورى طرا وكم بكم نيل المراد بلا كرب ولا ألم. إني لكم جئت مضطرا ومفتغرا، أرجو بكم نشلة من منزل وخم، بحق أحمد صلى الله خالقنا عليه والآل والأصحاب كلهم، والحمد لله حمدا لا انصرام له، والشكر لله رب العرب والعجم. أفضل الصلاة وأتم التسليم. دكتور إسماعيل نجلي، محور أيضا مهم في هذه الهجرة النبوية الشريفة هو الخروج عن الأرض التي تحب إلى أرض أخرى، يعني كثير جدا من الأسر هي يعني تشردت من خلال هذه الرحلة، وكانت الرحلة هي لله عز وجل ولإرثاء كلمة الحق وراية الحق. يتكلم عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من أحب المكان إليه، وهذا بالدليل على أيضا المجاهدة لأسرة أبا سلمة وأيضا أم سلمة، فماذا حدث؟ هو يعني من معاني الهجرة العميقة والعظيمة والمستوفية أنها الترك، ولذلك هي فعل مستمر إلى قيام الساعة. صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ويظل الإنسان أو حركة الكون كلها تهاجر إلى الله سبحانه وتعالى، إلى يرث الله الأرض ومن عليها. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة ونظر إليها نظرة حب ونظرة إشفاق ونظرة وداد، وده بيدينا درس كبير إنه الأوطان دي صلاة الأرحام متعددة. يعني نحن نضيق مفاهيم الدين ومفاهيم العلاقات، يعني الآن لما نتكلم عن صلة رحم الزول بيفتكر إنه صلة الرحم دي أخوي وأخوك وأختي وأختك وعمي وعمك، لا أبدا، دي واحدة من صلات كثيرة جدا. الوطن الذي تنشأ فيه وتتربى في أرضه وتشتم من نسيمه، هذا يعني ينشئ بينك وبينه صلة رحم. فصلة الأرحام في الأكوان، الكون ده نحن الآن نعيش فيه ونتنسم يعني أنسامه ونتفاعل معه، تنشأ بيننا وبينه صلة رحم. الأوطان بيننا. صحيح. وبينها صلة أرحام. دكتور يعني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يعني التقوى هي كانت الأساس في عملية الإسلام. يعني إحنا كمان في خواتيم اللقاء، ودائما عندما نتحدث عن هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطول الحديث لنا من دلالات وعبر ودروس كمان إلى الآن هي باقية. لو تكلمنا عن وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اختصار لمجاهدات كثيرة جدا كانت في الشارع يعني أو في الطريق، تكلم عن شكل الاستقبال وشكل الوصول للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لتأسيسه دولة الحق. هو الذين سبقوه من مكة إلى المدينة يعني أنبأوا أهل المدينة بقدومه صلوات ربي وسلامه عليه، والله سبحانه وتعالى قذف في قلوب أهل المدينة محبته قبل أن يروه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا يعني ما تقدمه الأفعال وما تقدمه الجهود المباركة، لذلك يعني توقتوا لمقدمه عليهم صلوات ربي وسلامه عليه
فظلوا يخرجون على مدى 3 أيام على تقوم المدينة لاستقباله صلوات ربي وسلامه عليه. في اليوم الأول مكثوا زمانا طويلا فلم يأتي، وفي اليوم الثاني أيضا خرجوا ولم يأتي، وفي اليوم الثالث خرجوا حتى إذا بدأت الشمس يعني تغرب بدأوا يعودون إلى ديارهم، حتى أن رجلا من اليهود كان يعالج ثمرا له على نخلة عالية فرأى سرابا لقوم قائمون، فنادى في أهل المدينة: هذا صاحبكم الذي تريدون. فخرجت المدينة عن بكرة أبيها تستقبل نبينا عليه الصلاة والسلام عند موضع يسمى ثنيات الوداع، وهذا الموضع هو في مدخل المدينة وموضع عال عن بقية المدينة، يعني يستشرف منه الإنسان ما تحت ذلك الموضع. وخرج الرجال والصبيان وظل النساء على رؤوس البيوت وعلى شرفات المنازل كلهم ينتظرون مقدمه عليه الصلاة والسلام. والعجيب في الأمر يعني من أجل أن ترتكز الصورة في أذهان الناس وتظل باقية، ظن الناس في بداية الأمر أن أبا بكر النبي وأن النبي أبا بكر في بادئ الأمر يعني، فكانوا يتطلعون إلى أبي بكر باعتباره النبي عليه الصلاة، حتى إذا يعني وقفوا وأخذ أبا بكر رداءه وظلل الشمس عن نبينا عليه الصلاة والسلام فانعكست الصورة، فعلم الناس أن الذي يظلل إليه هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صاحبه أبي بكر، ومعهم الخريت عبد الله بن أريقط أو عبد الله بن أرقط الذي كان دليلا لهم في الطريق. ثم خرجت المدينة بهذه الأهزوج التي يعني طلع البدر علينا. والعجيب يعني أنا أدعو من يشاهدنا أن يتفرس في هذه المعاني، في هذه الكلمات، كلمات عجيبة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع، قالوا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، فمرحبا يا غير ضع. يعني قبل أن يجلس إليهم وقبل أن يسمعوا منه وقبل هم سلموا إليه أمرهم. لذلك قال علماؤنا: المدينة تسكن بالإيمان، لما سبق إيمانهم في قلوبهم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو يعني سيد الإيمان صلوات ربي وسلامه عليه، فما وجدوا مشقة في استقباله، ولم يجدوا يعني أكثر مما وجدوا في استقباله. ولذلك يعني النقطة الجوهرية التي ينبغي أن نشير إليها هنا أن المدينة النبوية طيبة وطابة، ومقام نبينا عليه الصلاة والسلام هي البقعة الوحيدة على وجه الأرض التي لم تفتتح بسلاح، افتتحت بالقلوب، صحيح، افتتحت بالإيمان. يا سلام دكتور، يعني هذا قليل من كثير من سيرة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يجب علينا أن نشير أن في واقعنا الآن الإسلامي هذه دروس وعبر مستقاة من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي منهج ودستور يجب علينا أن نتبع سيرة الحبيب المصطفى، كيفية التخطيط، كيفية الوفاء والعهد والمبادئ وإرساء قيم الإسلام والدين الحنيف. يعني هي سيرة حافلة جدا لنا نحن وللأمة الإسلامية جمعاء. دكتور إسماعيل الحكيم، أستاذ الإعلام الإسلامي والباحث في علوم القرآن، كتر خيرك على كل الإضافات اللي قدمتها من خلال هذا الحديث الطيب في دوحة النور. أنا شاكر ومقدر، وأقول نحن الآن في هجرة، بلادنا الآن في هجرة من عهد إلى عهد، هذه الهجرة التي نحن مقبلين عليها واجب علينا التخطيط، واجب علينا أن ننزل الأشياء منازل جيدة، أن نستعين بالطاقات الشبابية، الهجرة كان فيها طاقات شبابية كبيرة جدا، صحيح. الهجرة كانت فتح، وربنا سبحانه وتعالى وعد أن كل من يهاجر إليه أو يهاجر أن النصر حليفه، فكلما كان المهاجر عظيم كلما كان النصر أعظم، وأسأل الله جل وعلا أن يعيد علينا هذه الأيام ونحن أكثر منعة وأكثر أمن وأكثر طمأنينة، وأن نجد متسعا ومراغما فيما نحن عليه. إن شاء الله.
نشكر لكم مشاهدينا كرم المتابعة في هذه الرحلة الروحية الجميلة، نتمنى أن تكون استفدتم من خلال هذه الحلقة. سليمان فارس، نحن شاكرين جدا ومقدرين على هذه الرحلة أيضا الروحية الجميلة. حنختم معك. ضرب على الناس وادخل حضرة الله، والله والله لا تلغى سوى الله. اضرب على الناس وادخل حضرة الله، والله والله لا تلغى سوى الله. والله والله لا يغنيك ذو سعة في أي أمر، ولا يحميك ذو جاه، ولا يضرك دون الله من أحد. فوحد الله، خلي الشرك بالله. والله والله ما في الكون من أحد يعطي ويمنع يا هذا سوى الله. فأنت فان وكل الخلق فانية، والله باغ فكن عبدا إلى الله. وخير عيشك عند الله فزع له على اليقين كما أيقنت بالله. وخير عيشك عند الله فزع له على اليقين كما أيقنت بالله. وسلم الأمر والتدبير داه له، فهو العليم بما في القلب والله، وهو الخبير بما ترجى مصالحه. فكن أديبا وراغب حضرة الله. ثم الصلاة على المختار سيدنا والآل والصحب أهل الحب في الله. والحمد لله حمدا لا انصرام له، والشكر لله ثم الشكر لله. أو ما غريب الله نبه غائلا، اضرب عن الناس وادخل حضرة الله.